السلام عليكم الاخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم وكل عام وانتم بخير. كيف ما غتشوفوا معايا اليوم جبت لكم هذا الكيك اللي ولا داير واحد الضجه، كيك ديال المقلات اللي هو واحد الكيك اللي كيجي رائع. والاهم في هذا الشيء كامل هو انه كيتحضر في دقائق، مثلا الى جا عندكم شي ضيف على غفله ولا الى كان الوقت مزاحمكم فهي طريقه زوينه وسهله وكتعطي نتيجه مرضيه. بقاو متبعين معنا الفيديو حتى الاخير، ودابا غادي ندوزو للمقادير وشوفوا معنا المقادير. غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق الفورص، نصف كاس ديال الزيت، زيت المائده، نص كاس ديال السكر سنيده، تقدروا تضيفوا على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. غادي نحتاجو كذلك كاس ديال الحليب، خماره ديال الحلوى، وبطبيعه الحال واحد الفانيا باش نحيدو الزفوريه تاع البيض. وغادي نحتاجو البيضه واحده وجوج ديال البنانات كي غتابعو معنا الطريقه ديال التحضير ديالهم. وهنايا بالنسبه لديكوراسيون غادي نستعمل الشوكولا، تقدروا تستعملوا كونفيتور اللي يعجبكم. على بركة الله غادي ندوزو مباشرة للتحضير. غادي ناخدو المقلاة الطفال ديالنا وغادي نقومو بالدهن ديالها على الشكل هذا بالزبدة مارغارين ولا اللي كان. غادي نقومو بإضافة شوية ديال سنيدة باش نحصلو على واحد لكاراميليزاسيون، وغادي ندوزو نجدو لي بانان ديالنا على الطريقة هادي كي غتشاهدو معنا. غادي نقطعهم على هاد الشكل هذا باش يجيونا ساهلين في التريساج وفي لا ديكوراسيون ديالنا. وغادي تتابعوا معنا الطريقه كيفاش غادي نجدوهم وكذلك كيفاش غادي نستعملوهم في الكيك ديالنا. اذا الخوت كي تشوفوا معنا غادي نقوموا باضافه الموز اللي كيعطينا واحد المذاق هائل للكيك ديالنا، وغادي تشوفوا في الاخير كيفاش كذلك كيعطينا حتى واحد لا ديكوراسيون زوينه. وكنضيفوا ثاني القليل من سنيده من الفوق كي غادي تشوفوا معنا باش نحصلوا على واحد لاكاراميليزاسيون متكامله في الكيك ديالنا. ومن بعد الخوت غادي نحطوا البول ديالنا باش غادي ندوزو نوجدوا الكيك ديالنا. كذلك غادي نديروا واحد البيضه على الشكل، وغادي نضيفوا عليها نصف كاس ديال سنيده، تقدروا تضيفوا سنيده على حسب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما. انا استعملت نصف كاس. غادي نقوموا بالتخليط ديالو مزيان بالفوي، من بعد غادي نضيفوا عليه واحد لافاني اللي كتقوم بواحد الدور رائع اللي هو كتحيد لنا هذيك الزفوريه تاع البيض. كنخلطوا كذلك بالفوي مزيان، عادي بحال اللي كنوجدوا كيكه عاديه. غنضيفو نصف كاس ديال الزيت. كي كتلاحظو معايا الخوت فهاد الكيكة هادي استعملت انا غير بيضة وحدة، وهي واحد الكيكة اللي كتجي رقيقة بهاد الشكل ديالها طاخت، مكتجيش منفوخة وكذلك سريعة التحضير ورائعة، مذاق رائع فيها زوين وكتجي مدخن ما كيتيقولو. تنضيفو كاس ديال الحليب، غادي نخلطو مزيان. ومن بعد الخوت غادي ندوزو نضيفو الدقيق ديالنا ونردو البال مزيان. فانا استعمل جوج كيسان ديال الدقيق في لافار، نتوما تقدرو تستعملو مثلا كاس ونص ولا جوج كيسان ونص على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب السائل ديالنا وكاين الدقيق اللي ما كيشرب السائل. المهم كنزيد الدقيق حتى كنحصلو على خليط متجانس، وعلى هاد الشكل هذا كنحصلو عليه تيكون خليط متجانس خالي من التكتلات ديال الدقيق. نحاولوا كذلك نستعملوا دقيق زوين. كي تشوفوا معنا الخوت انا بقيت كنزيد في الدقيق حتى حصلت على هذا الخليط هذا، على هذا القوام هذا. ثم كذلك غادي تزيدوا الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملتوا، وغادي تشوفوا حتى تحصلوا على هذا القوام هذا بحال هكا تلاحظوا معايا. من بعد الخوت غادي نضيفوا الخماره ديالنا، ونحاولوا ما نديروش الخماره كلها، فكنديروا تقريبا خماره قل شويه كيكون ناقص فيها شويه. كنقوموا بالخلط. من بعد ما وجدنا الخليط ديالنا الكيك ديالنا غادي ندوزو مباشره باش نخويه في المقلاة، مرحله مهمه ردوا البال مزيان.
فغادي نحاول نعمر المقلاة ديالي كلها بالكيك مزيان بحال هكا باش ما نخسروش هاديك ما نخسروش لا ديكوراسيون اللي درنا لتحت ديال البنان. وكذلك باش الكيكه ديالنا كتجي عامره ومزيانه وكتجي في لا ستركتور ديالها زوينه. الطفله ديكوراسيون فاش كنقطعها كتعطينا واحد الشكل اللي هو زوين كي قلت لكم. فكنديروها العافيه مهيله مهيله بزاف لاقصى درجه وكنغطيوها ضروري من الغطاء كنقصوا لها العافيه وكنخليوها تطيب. بعد ذلك الخوت كنقلبوها على هذا الشكل هذا كنهزو واحد لا سباتيل وتنقلبوها من التحت. فملي كنلاحظوا باللي الكيكه ديالنا نشفات من الفوق ومن التحت كذلك ما بقاتش لاصقه هذا يعني انه طاب. وكناخذوا شي صحن بحال هكا لاحظوا معايا الطريقه مزيان باش ما تخسرش لينا الكيكه ديالنا. كنديروا لها لعبات قلبه تنقلبوها بحال هكا تنحصلوا على كيكه زوينه تتبري فيها واحد لابريونس. تنقلبوا الكيك ديالنا على الجهه الاخرى لمده 15 دقيقه باش يكمل الطعم من التحت. غير وجد الخوت راه ساهل جربوا معنا الطريقه اللي تبعتوا معنا في هذا الفيديو هذا. وكيف ما قلت لكم اهم شيء في هذه الاكله هذه في هذا الكيك هذا هو انه كيجذب بسرعه وهي طريقه سهله وزوينه. اذا الخوت كما تشوفوا معنا دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى لكم رمضان مبارك كريم وكنتمنى مره اخرى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لنا التعاليق الزوينه ديالكم. واللي مازال ما اشترك في القناه مرحبا به اشترك باش تشجعني ونقلب لكم ديما على الجديد. وشكرا مره اخرى ورمضان مبارك كريم للجميع.